السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. وعندنا زي كل يوم مشاهدينا فقرات كتير ومتنوعة في برنامجنا النهاردة. ونبدأ بأول فقرة معانا، فقرة صحة وعافية مع رانيا بوشادي خبيرة الديتوكس والتغذية الدولية. أهلا بك يا رانيا. أهلا يا دعاء، ازيك؟ رانيا، احنا طبعا كل يوم بنقول نصايح لرمضان من أول الفطار لحد السحور، ناكل إيه ونشرب إيه؟ تمام. واحنا بدأنا قسمنا اليوم، يعني الأول دايما بنقول ان احنا بنعمل ده عايزين نخرج من رمضان عايزين صحة وعافية. تمام، يعني فانوس رمضان اهو ومطلع بقى حاجة، يعني رمضان مع رانيا نطلع منه بقى خيار وطماطم صحة ف بصي بقى يا ستي، احنا كله فاكهة، كله خضار وفاكهة، كله خضار وكله فاكهة وموز أكل صحي. يعني رمضان معايا ومعاكي طبعا صحة وعافية إن شاء الله. هندي احنا الميزة دعاء، بصي عشان احنا عايزين، احنا خلاص قلنا الكلام وبنعيده، هيبقى موجود طبعا على الصفحة عندك الفيسبوك، على صفحة البرنامج. الأساس إن أنا عايزة اكل خضار كتير واكل فاكهه كتير وانضف جسمي واشرب ميه كل ساعه من الفطار للسحور. فلو ركزت ان انا يبقى معظم اكل خضار وشوربه وفاكهه والحاجات دي، وقللت النشويات على قد ما اقدر والسكريات على قد ما اقدر، هطلع من رمضان خاسه اخف مستريحه اكتر بكتير. لانه رمضان شهر ديتوكس، احنا يعني اللي بنحوله انه يبقى شهر كله تخن واكل وكده. وقاعده ان انا مش عايزه احرم الناس من حاجه خالص، بس انا بنظم معاهم اليوم من ساعه الفطار للسحور زي ما اتكلم. عايزين نعرف ان في حاجات كتير جدا لو استخدمناها في الاكل بتساعدنا اننا نطهر معدتنا من الميكروبات والبكتيريا اللي موجوده فيها، وبتساعدنا اننا نغسل جسمنا. منها الثوم مثلا. الثوم مهم جدا جدا، ناس كتير جدا مش فاهمه اهميه الثوم، بيقتل اكتر من 50 نوع من بكتيريا المعده. وبكتيريا المعده دي هي السبب الاساسي في جميع الامراض اللي ممكن يتعرض لها الانسان. فيعني اي حد هيقول لك اصل القولون، ساعات الحساسيه اللي بتبقى هرش في الجسم، ساعات الوجع والحرقان اللي بيبقى موجود في البول، الحاجات دي كلها بتبقى من ليست او بكتيريا. الثوم بيساعد انه يقتلها. فعشان كده عايزين نستخدمه في اكلات كتير جدا ونطبخ بيه طول الوقت علشان بس ما نكترش. يمكن بصي احنا لو طبخنا بيه احنا يعني هو مش بيعمل انتفاخ وكده؟ لا، ما هو دي من الاخطاء الشائعه اللي عند الناس ان هي بيعمل، واللي بيتضايق من ريحته. احنا دايما بنطبخ بيه جوه، يعني انت عارفه هو بيطلع اقصى ريحه امتى؟ لما بتقلي بيه، بتقلي بيه، لما بتقليه بقى وريحه الطشه دي. حتى دلوقتي الملوخيه انا بجرب اعملها كده في بيتي، وعايزه الناس تحاول تعملها كده، مش هتحس بفرق طعم خالص. بحط الثوم جوه الملوخيه، يعني ما بعملش خلاص الطشه دي، انا بعمل الشوربه فيها الملوخيه وبحط الثومه نفسها جوه مع الكزبره من غير ما بقلي واحط على الوش، بيطلع طعمها نفس الطعم. نفس الطعم بالظبط بالظبط، لا يمكن تفرقيه. انما القلي ده الغلط، ده الغلط، ان احنا اكلنا كله للاسف كله قلي، كله تحمير، وكله انت بالعمليه التحميل والقلي بتحولي الزيوت لزيوت متحوله، وبتبداي تخلي الحاجه الهضم بتاعها صعب جدا. في حين ان الحاجه لو اتاكلت على اصلها وعلى شكلها اللي ربنا خلقه هيبقى احسن. فنصايحنا دايما في رمضان شرب ميه كل ساعه، ابدا بالتمر، بعد التمر الشوربه، واخد السلطه، بعد ما اخلص السلطه حته بروتين على قد كف الايد. واخد، انا وريت الناس يخشوا هيشوفوا، احنا ان شاء الله يعني هنحط على الفيسبوك البورشن بالظبط اللي هتاكلها، معلقتين رز او معلقتين مكرونه او حته مكرونه بشاميل ربع النص اللي موجود او حته رقاق صغيره. ساعتين بعد الفطار احلي مش قبل كده، والحلو يبقى نص الحته مش الخرطه كلها، واحاول اكمل بفاكهه. بعدها بثلاث اربع ساعات السحور بتاعي يا ريت يبقى كله فول او بيض او سلطه زي اللي احنا عملناها في الحلقات اللي فاتت، عملنا انواع سلطات. وبين الوجبات اكل بقى مكسرات، اكل ترمس، اكل الحاجات اللي هي ممكن تحسسني متسليه وفي نفس الوقت ما تبقى مفيده وما تتخنش. وفي المكسرات بحاول ابدا باللوز لان هو من احسن، اللوز والكاجو. وبعد كده اخر حاجه قبل ما الفجر جدا اخد الزبادي احط عليها الليمون، لان دي بتنضف لي وتغسل لي معدتي، ونص معلقه عسل. النهارده هنعمل بقى حاجه ظريفه قوي يا دعاء، هنعمل حمص. الحمص بتاعنا اللي احنا بناكله حمص شام، لو خدناه سلقناه، انا سلقته هنا عشان بس الوقت بتاع البرنامج، وحطيناه في الطبق. الحمص ده
هنخوري الناس ازاي تقدر تعمله زي الطحينه كده وتاكله. ده كله بروتين، ده طبق بروتين. يعني سلطه، ده طبق سلطه اللي هنعمله النهارده. سلطه وتقدري تحطيه جنب الاكل، يعني مثلا لو انت بتاكلي فراخ او كفته او لحمه وجنبها طبق الحمص ده، وتقدري تحطي منه جنبها وتدوقي بيها، هتبسطي جدا، الطعم هيبقى حلو وهيبقى وجبه. ناس كتير فاكره انه ممكن يبقى نشويات، لا ده بروتينات. فاقدر استخدمه سلطه. بقول هو الحمص. ولما بعمله بطريقه بروتين نباتي 100%. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحط الحمص هنا. انت حاطه انا حاطه معاه فصين ثوم باينين عشان يبانوا. فصين ثوم، فصين ثوم هحطهم مع الحمص زي ما احنا شايفين كده. هحط ملح يا دعاء. تمام. وهحط كمون. كمون بقى من الحاجات المهمه جدا 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 علشان الهضم. حتى ناس كتير جدا، يعني انا بنصح الناس اللي بتعمل كشري في البيت عندها والكلام ده انها تزود في الكمون، لانه بيعادل المصيبه بتاعت الكشري بالظبط كده. هنضربه بسرعه في الكبه كده زي ما احنا شايفين. تمام. حمص وثوم وملح وكمون. ما عملناش حاجه غير كده. الحمص بقى بضربه على البارد. يتطحن زي ما انت شايفه كده يا دعاء. يعني انا مش شايفه لا طحينه تتحط عليه ولا حاجه. ها، لا هو حمص كده، حمص بس. هو لازم بس يتطحن شويه زياده. تعالي هنا المكنه. ايوه اوكي، بدا اهو، شايفه بدا يعمل شويه زي عجينه كده. خلاص مش هحط عليه طحينه. هو اللي بيتخن او بيخلي الناس تتخن وتخاف من الكالوريز اللي موجوده في الحمص اللي لما بتزود عليه طحينه. لكن انا هوري الناس ازاي نقدر ناكل الحمص كده ويبقى بيلعب دور سلطه زي سلطه الطحينه من غير ما يبقى فيه كل الكالوريز السعرات الحراريه اللي موجوده في الطحينه. دي سلطه في الفطار. على فكره هفتح من هنا هحط، بصي ده السمسم. سمسم. وهو دوت اللي موجود في الطحينه. هزوده من فوق على الـ الحمص وهضرب. تمام. خلاص عشان عايزين نوري للناس هيبقى شكله عامل ازاي. انت لازم عايزين بقى وانا يعني مساعده لا اصلا ماليش في المطبخ. الحمص ضرب، حطيتي عليه ثوم وملح وكمون وسمسم بالظبط. وبعد ما بخلص خالص، ايوه يا دعاء ساعديني كده. الحمص بوتين، حطيت عليه كمون وملح، حطيت السمسم وحطيت عليه زيت زيتون. نوع سلطه هايل نقدر ناخده في الفطار، واقدر اتسحر بيه كمان مع الفول. هيديني طاقه هايله جدا وفي نفس الوقت ما بيتخنش خالص. يعني ده سلطه في الفطار وسلطه في السحور بالظبط، تنفع في اقدر اكلها مع النشويات، اقدر اعملها معامله بتاعه الطحينه اللي احنا بنحبها، لكن ما فيهاش السعرات الحراريه اللي موجوده في الطحينه، وهتدينا نفس الطعم بالزيت الزيتون، الطعم ونفس الطاقه نفس الطعم. ده مشهور، ده طبق مشهور حتى في بلاد الشام ولبنان وكده. بص تلاقي حمص وطحينه. والحمص بيتعمل كده، ده دي طريقته الصح. او اقدر بقى اتسحر بيه لو انا حطيت معاه فول، هيبقى طعمه جميل جدا جدا، او اكلته مع السلطه. وجبه ممتازه مش محتاجه اكل معاها حاجه. تمام، بشكرك جدا يا رانيا وتسلم ايدك. ربنا يخليك بالهنا والشفاء. شكرا يا حبيبتي. ومشاهدينا خليكم معانا، لسه عندنا فقرات كتير في حلقتنا النهارده.
مشاهدينا شفنا مع بعض فقرتنا اليومية صحة وعافية، واللي كل يوم بنعرف فيها طريقة ووصفة صحية جديدة للتخلص من السموم من الجسم، وبنعرف ازاي نستغل شهر رمضان اننا نظبط عاداتنا الغذائية. دلوقتي جه ميعادنا مشاهدينا مع فقرتنا اليومية التانية فورمة رمضان، اللي بنشوف فيها نصايح عملية لممارسة الرياضة في شهر رمضان مع المتخصصين في مجال الرياضة، وان شاء الله شهر رمضان يعدي علينا كله ان شاء الله صحة ونشاط لينا كلنا مشاهدينا. أسيبكم دلوقتي مشاهدينا مع سيف عيسى وفورمة رمضان. اهلا بيكم مشاهدينا ويوم جديد من فقرتنا فورمة رمضان. معانا كابتن كريم حسن. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. ازيك يا سيف؟ الحمد لله. كنا عايزين نعرف منك كابتن النهارده، عايزين نتكلم الناس اللي في رمضان اللي بيكونوا بيتمرنوا بصفه عامه، بيكونوا في مستوى يعني شبه محترفين بيتمرنوا بصفه يوميه، ومحتاجين يعملوا ديفينيشن او يخسوا، بس من غير ما يخسوا عضلات، بيكونوا محتاجين ينزلوا وزن الدهون من جسمهم عشان طبعا العضلات تبقى باينه، يعني يخس بصوره صح. تمام، يخس من غير ما ينزل وزن عضلاته، يبقى في ديفينيشن عنه، يخس بصوره صح من غير ما ياثر الكلام ده على شكل جسمه، ان هو يخس ويحس ان هو خس قوي ووشه شكله تعبان والحاجات اللي بتحصل طبعا معانا في تمام. عايزين نعرف الاول النيوتريشن او الاكل، تنظيم الوجبات في رمضان على الخسسان، لان رمضان هو في ناس اما بتيجي تعمل الدايت بتخس، بس بتخسس العضل معاها برضه، بتخس الدهون وعضلات. ازاي بقى نقدر نحافظ على العضلات ونقلل الدهون بس بالتغذيه في رمضان؟ اوكي، يعني ممكن نقسم الاكل بتاعنا تقريبا على خمس وجبات، منهم وجبات خفيفه او خمس وجبات معتدله. تمام، يعني مثلا ممكن اقسم الفطار على وجبتين، واقسم السحور على وجبتين، واقسم واحط وجبه في النص كسناك او وجبه فيها فايبرز او فواكه او الحاجات دي. تمام، وايه كميات النسب البروتينات والكربوهيدرات والحاجات في الوجبات، يعني نركز عليه اكتر، نقلل ايه من اكلنا عشان نقدر نفقد الدهون من غير ما نفقد عضلات؟ طبعا انا لو عايز افقد جزء من وزني بطريقه صح، انا بشوف انا المفروض ادخل كام سعر حراري في اليوم واقلل عنهم ب 250 سعر، واعمل رياضه، والرياضه تقريبا هتخرج لي من 250 ل 400 سعر حراري في التدريب. تمام، لو انا المفروض ادخل 1500 سعر حراري في اليوم، بقلل عنهم 250، يعني بدخل 1250 سعر حراري وبعمل تمرين، والتمرين ده بيخرج تقريبا من 250 ل 350 400 سعر حراري، وبالتالي اقدر اخس بصوره مظبوطه واخس بطريقه مناسبه، ما تخليش شكل جسمي وحش او شكل وش وحش او يحصل فيها مشاكل يعني. وبالنسبه لكابتن الوجبات غير السعر، السعرات الحراريه اللي محتاجين نتحكم فيها، في ممنوعات عشان نقدر نخسس الدهون في رمضان؟ طبعا في حاجات المفروض ان انا امنعها تماما. طبعا الحاجات المقليه ابعد عنها، الحلويات احاول اقلل منها جدا او ابعد عنها تماما، السكر الزايد، الملح الزياده، المشروبات الغازيه، الحاجات دي كلها المفروض انا ابدلها ببدائل صحيه يعني. طب ايه البديل ممكن يكون بتاع، لان طبعا في رمضان العطش هي دي بتبقى مشكله، فبنيجي على الفطار المشروبات الرمضانيه والمياه الغازيه، دي حاجه عاديه، ايه البديل ليهم؟ طبعا انا ممكن ابدل المشروبات الغازيه بالعصائر الطبيعيه، يعني انا ممكن ابدل بعصير طبيعي، وبدل ما استخدم فيه كمان السكر ممكن استخدم العسل. العصير ممكن يكون عصير رمضانيه، الصوبيا والتمر والحاجات بتاعتنا، ممكن برضو استخدم العصاير دي، وممكن بس طبعا الافضل ان انا استخدم عصائر طبيعيه. تمام، طبعا دي فيها فوائد كبيره جدا جدا، وبدل ما استخدم فيها السكر ممكن احليها بالعسل. تمام، كده احنا عرفنا سريعا عشان نقدر ننزل نسبة الدهون من الجسم ونحافظ على العضلات، محتاجين نقلل، نشوف الجسم محتاج كام سعرة حرارية جسمنا، ونقلل 250، ونتمرن تمرين زي ما قلت كابتن من 200 ل 400 سعرة بيتحرقوا فيه، ونبعد عن السكريات والحاجات المقلية والمياه الغازية، ونقلل الكربوهيدرات، ما ندخلش أكتر من نوع واحد في وجبة واحدة. إيه بقى يا كابتن كريم نظام التمرين اللي ممكن نمشي عليه مع النظام الغذائي ده عشان نقدر ننزل نسبة الدهون كده من الجسم؟ هو طبعا في انظمه كتير جدا ان عشان افقد وزن او عشان اعمل شد العضلات. طبعا في اهم انظمه النظام التمرين الدائري والنظام السوبر سيت. احنا كابتن كريم زي ما حضرتك قلت محتاجين عشان تنشيف الدهون وعشان ننزل الدهون في رمضان تمرين دائري او سوبر سيتس زي ما بنقول، اللي هو هنلعب كذا عضله ورا بعض،
كذا تمرينه لاكثر من عضله ورا بعض. تمام. ومده الراحه تكون قد ايه ما بين التمارين؟ جوه التمرينه الريست تايم زيرو. تمام. صفر. يعني. لكن بعد المجموعه اللي هي اربع تمارين دي هنعتبر ان دي مجموعه، بعد المجموعه دي ممكن اريح من 30 ثانيه ل 45 ثانيه. تمام. يعني احنا هنعمل اربع تمارين من غير راحه، بعديها ناخد وقت الراحه. اربع تمارين الراحه ما بينهم صفر، بعديهم اخد راحه لمده 45 ثانيه. ممكن نعمل حاجه عمليه كده، هنعمل اربع تمارين ايه هم؟ هنعمل سكواتس، وهنعمل تمرين للظهر، وهنعمل تمرين للضغط، وهنعمل باي بالبار. تمام. يلا بينا نشوف حاجه عمليه. يلا بينا. تاني يا كابتن عايزينك بقى تشرح برضو اكتر، نعرف التمارين اللي حضرتك لعبتها ايه العضلات اللي ركزت عليها. طبعا هي التمرين اللي احنا عملناها دي اسمها التمرين الدائري من المحطات. تمام. ده اللي هو بلغتنا كده في السوبر سيتس او السيركت تريننج اللي هو التمرين الدائري. ممكن يبقى ممكن اعمله سوبر سيتس، بس السوبر ده تمرينتين بس. تمام. التمرين الدائري انا حطيت اربعه، وممكن احط كمان خمس تمارين. تمام. الخمس تمارين بتبقى عضلات مختلفه او عضلات مقابله لبعضين، يعني عضله والعكسها. اوكي. زي ما شفت حضرتك عملت مش كل التمارين كانت بحديد، في حاجات بادي ويت، في حاجات بادي ويت، وفي حاجات بالاوزان، وفي حاجات بالاجهزه عادي. يعني ممكن اعمل يعني ممكن اعملها باوزان، ممكن اعملها بوزن جسمي، ممكن اعمل اي تمرينه باي وزن. خلاص. تمام. يعني احنا كده التمرين اللي عملناه كان تمرين دائري، اربع انواع تمارين، اربع عضلات مختلفه، والاربعه ورا بعض من غير راحه. من غير بعد ما نخلص اربعه ناخد بقى الراحه. دي تعتبر مجموعه. اعمل الكلام ده كام واحده بقى؟ اعملها ثلاث مجموعات، واعمل السيركت تريننج او الدايره دي اعمل ثلاث اشكال منها في التمرينه. تمام. يعني احنا كده يا كابتن هنعمل الاربع تمارين اللي حضرتك عملتهم، اربع محطات مختلفه، دول كده مجموعه واحده، هنعمل منهم ثلاثه كل واحده 10 عدات. بعد كده هنعمل ثلاث اشكال مختلفه من المجاميع. صح. تمام. شكرا جدا ليك كابتن كريم، وشكرا لمشاهدينا، واستنونا بكره في فقره جديده من فورمه رمضان. دلوقتي مع بعض مشاهدينا تقرير من حملتنا لفك سجن الغارمين، واللي عملناها بالتعاون مع مؤسسة دنيا جديدة ومؤسسة مصر الخير. أحلى فرحة لما عيلة يكون ليها حد في السجن ويلاقوه مرة واحدة ربنا كده فك كربه ورجع لهم بالسلامة. الحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا إن احنا نفرح قلوبهم. تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض مشاهدينا تقريرنا النهاردة، ونشوف الفرحة اللي كانت معانا. وإن شاء الله حملتنا مستمرة لفك سجن إن شاء الله ألف من الغارمين والغارمات إن شاء الله لحد ما نرجعهم بيوتهم بالسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وتقرير جديد من تقارير برنامجنا النهاردة. احنا النهاردة موجودين في محافظة الفيوم علشان النهاردة أول حالة من حالات خروج الغارمين، اللي طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين مشاهدينا انه في بروتوكول بين شبكة تلفزيون النهار ممثلة في برنامجنا النهاردة، وبين مؤسسة مصر الخير وبين مؤسسة دنيا جديدة لإخراج ألف من الغارمين إن شاء الله لحد نهاية
بدايه رمضان يكونوا كلهم ان شاء الله خرجوا. فاحنا قررنا طبعا نصور مع اكتر من حاله، والنهارده اول حاله هنصور معاها من محافظه الفيوم. هنروح للاسم علشان نستقبل عم رمضان وناخده نوصله لحد بيته ان شاء الله عقبال الالف كلهم يا رب، وربنا يفك سجن كل المسجونين ويفك كرب كل المديونين يا رب العالمين. يلا نبدأ مع بعض تقريرنا. أستاذ أشرف التبعي مؤسسة دنيا جديدة، إحنا النهاردة هنصور أول حالة غارم خارج من السجن مع مؤسسة مصر الخير. طبعا النهارده بنصور مع اول حاله تخرج من ضمن المشروع اللي احنا البروتوكول اللي كنا عملناه مع مؤسسه مصر الخير ودنيا جديده وقناه النهار. النهارده اول حاله بنصور فيها احنا في محافظه الفيوم، ويا رب تكون بدايه كده كويسه نقدر بعد كده نخلي الناس تتابع الحاجات اللي احنا عملناها عشان برضو يطمنوا ان احنا ابتدينا الحمد لله في مشروع الالف غارم وغارمه، ويا رب تبقى بدايه كويسه ان شاء الله. احنا دلوقتي هنقابل عم رمضان قدام الاسم وناخده بقى لعيلته ونفرح قلبهم الحمد لله عقبال الالف كلهم يا رب ان شاء الله. احنا قدامنا ان شاء الله وقت لحد رمضان وبعد رمضان برضو ان شاء الله شغالين، يا رب نقدر نطلع العدد دوت واكتر منه ان شاء الله يا رب. بالنسبة لعم رمضان كان عليه 3 سنين سجن وإجمالي دينه 7000 جنيه، وتم استدامه عن طريق مؤسسة مصر الخير، وإحنا رايحين دلوقتي نجيبهم الاسم إن شاء الله. هو كان عليه 17 وشوية، ومؤسسة مصر الخير بتعمل تفاوض دايما مع الداين وبتقلل المبلغ. بنتفاوض طبعا في المبالغ اللي أصحاب الديون بيقولوها عشان بيبقى مضاف عليها فوائد وبيبقى مضاف عليها غرامات وحاجات زي كده. وصلتوا مع الدين لسبعة ودفعتهم خلاص؟ كل صلاة الراجل الحمد لله وصلحنا له في القضية، وهو المفروض هيخرج خلال ساعات بإذن الله. لو عشنا بس روحنا نبقى دعنا يا ناس، بص دايما حواليك. ألف مبروك يا عم رمضان. الله يبارك فيك يا مريم. يلا طبعا دلوقتي لسه خارج اهو من الاسم عم رمضان، وهناخده دلوقتي على البيت ونفاجئ بقى نفاجئ اهلك ان شاء الله يفرحوا كده لما يشوفوك انت فرحان كده ووحشينك. والله هم وحشيني جدا جدا، والفضل اولا لربنا وليكم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان لله خص حوائجهم أولئك الناجون من عذاب الله يوم القيامة. إن شاء الله ربنا يتقبل يا رب كده منا ويفرح قلبك وقلب كل اللي زيك. تعالى يا عم رمضان نركب بقى العربية وورينا البيت. كلنا نقدر نساعد وجوهنا الخير كتير، يلا بينا نبدأ طريقنا حب وخير، في نهاية نلاقي جنة. ألف مبروك يا عم رمضان، أنا مبسوطة قوي أنه النهاردة أنت خرجت، أنا عارفة حكايتك وأنت راجل طيب وتستاهل بجد كل خير، وحابة كده أن برضو تدي فكرة للمشاهدين عن حكايتك. إيه أنت الأول عندك كم سنة؟ أنا أولا عندي 39 سنة وشكلك أكبر. الله الدنيا بقى الحمد لله. الحمد لله يا عم رمضان. متجوز ومخلف كام؟ انا متجوز ومعايا 3 اولاد ما شاء الله. قد ايه بقى؟ معايا سلسبيل رايح 4 ابتدائي، ومعايا احمد رايح 3 ابتدائي، ومعايا محمود عنده 2.5 سنين. بتشتغل ايه يا عم رمضان؟ والله مدام في الاصل انا معايا ثانويه ازهريه بس ما اشتغلتش بيها. عندي محل فاكهه وظروف ما سمحتش معايا بعد الثوره، والجو كان بايظ زي ما حضرتك فاهم. انت اصلا عندك محل فاكهه فاكهين شغلتك دي تجاره الخضار والفاكهه؟ تجاره الخضار والفاكهه. عملت ايه يعني؟ ايه اللي حصل في التجاره بتاعتك فوصلك للدين؟ والله يا مدام بعد ثوره 25 يناير طبعا حضرتك البلد كانت بايظه وما كانش فيه شغل، وكانت اليات البضاعه كنا بنجيبها وكانت بتبوظ،
فاضطرت اللي احنا كنا يا نبيع بالخساره يا اما الحاجه كانت بتبوظ ولاقاها. اضطريت ان انت تستلف؟ اضطريت ان انا استلف، وطبعا اللي كان عندي حاجه ما كانش بيسيبني. بس انت استلفت 17,500. وكنت بتجيب بيهم بضاعه، بس كانت الديون اكتر من الربح. كانت الديون اكتر من الربح. ودخلت السجن امتى؟ انا دخلت السجن بالظبط 6/7/2015. في 7 شهور يعني؟ 7 شهور، ويعتبر 10 ايام او 5 ايام. ولحد ما دخلت السجن ما حاولتش تجمع اي فلوس قبل ما تتسجن تسدد بيهم الدين ده؟ والله يا مدام انا مش عاوز اكدب على حضرتك، انا والدي متوفي. وما كانش بيجي حد، هو بيجي ورايا المؤاخذه اخواتي، واخواتي برضو ظروفهم على قدهم، ومرتي برضو كانت بتساعد معايا، كانت بتجيب من هنا وتجيب من هنا، وهي العمليه عدت والفضل لربنا ثم لجمعيه مصر الخير. طيب الحمد لله. قعدت بقى ال7 شهور دول في السجن بتعمل ايه؟ والله هو السجن سيادتك بيعلم البني ادم الصبر وبيعلم الطاعه. لازم البني ادم يكون قريب من ربنا. اولا كنت انا قريب من ربنا، بس مش كنت ما كنتش قريب من ربنا اكتر ما كنت قريب في السجن. اول حاجه ما كنتش بصلي قيام الليل، بفضل الله كنت بقوم. يعني انت كنت بتصلي اصلا عادي 5 فروض؟ الحمد لله. طول عمرك؟ طول عمري. بس دخلت السجن اتعلمت الصبر، وما كنتش وكنت بصلي قيام الليل. ما كنتش بصوم اثنين وخميس، بفضل الله بقى بصوم اثنين وخميس. يعني حسيت ان هي مرحله كده في حياتك عملت لك نقله قربة مع ربنا. حضرتك عملت لي قربة مع ربنا. انت كنت في سجن المنيا؟ انا كنت في سجن المنيا. وانت من هنا اصلا؟ من الفيوم. انا من الفيوم. فكانت بتجي لك من الفيوم للمنيا الزياره كل شهر؟ كانت الزياره كانت بتصرف عليها اقل حاجه 1,000 جنيه. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه مواصلات، عشان المواصلات بس من الفيوم لحد المنيا. كانت بتاخد عربيه مخصوص. وتجيب لك اكل وحاجات؟ تجيب لي اكل وحاجات. انا بفضل الله اولا ما بشربش سجاير. الحمد لله. كلنا نقدر نساعد وجوهنا. مخطط لحياتك ايه بعد ما خرجت اهو الحمد لله؟ انت كان عليك 3 سنين صح؟ كان عليا 3 سنين وشهر وجوز ايام. كنت حددهم؟ اللي هم كانوا في النموذج بتاع الحبس. الحمد لله ربنا كريم. الحمد لله. وفك سجنك يعني بعد 7 شهور. وربنا يفك كربنا وكرب المسلمين جميعا. امين يا رب العالمين. انت بقى دلوقتي ناوي تخطط لحياتك ايه؟ خلاص خرجت بدل 3 سنين الحمد لله 7 شهور بس وربنا فكها عليك. هتروح بقى بيتك؟ هتقعد كام يوم الاول مبسوط بولادك ومراتك وعيلتك والناس تيجي تسلم عليك والحاجات دي؟ هيقعدوا يحتفلوا بيك كده كام يوم؟ هيحتفلوا بيا. والله انا ليا اصحاب كتيره والناس كلها في بلدنا بتحبني الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله. لان انا راجل مؤاخذة متواضع وما بكرهش حد. دلوقتي خلاص تم التصالح من خلال مؤسسة مصر الخير معاك ومع الداين، وادوا له الفلوس وخرجت وخلاص كده ايه الحمد لله. عايز بقى تبدأ حياتك ازاي؟ والله انا ما اكدبش عليك يا مدام، انا خارج من السجن ما معيش اي حاجة خالص. بتمنى من ربنا ان انتوا تساعدوني. بس انا عايز اقول لك ان كنت لسه بتكلم مع الاستاذه هاله ومؤسسه مصر الخير انه احنا مش هنسيبك. احنا المفروض ان شاء الله ان كل الغارمين اللي هنطلعهم احنا برنامجنا النهارده ومؤسسه دنيا جديده ومؤسسه مصر الخير، البروتوكول ان احنا بعد ما الغارم يطلع من السجن نعمل له مشروع عشان خاطر ما يحتاجش ان هو ياخد دين من حد تاني. فانت عايز ايه بقى؟ نفسك تعمل ايه؟ المشروع اللي انت عايزه انه نعمله لك؟ المشروع بتاعي هو يا مدام انا الخضار والفاكهه. الخضار والفاكهه. مراتي اللي مغزى عندها محل خضار قدامي، والمحل الفاكهه بتاعي انا بقى احنا الاثنين قاعدين قصاد بعض. عم رمضان خلاص هو وصلنا القريه بتاعتك وداخلين على المنطقه، اسمها ايه قريتكم؟ قريه سيله. سيله؟ قريه سيله البلد، محافظه الفيوم. سيله البلد. احنا ده انت قلت الشارع ده اللي فيه المحل بتاعك؟ الشارع الرئيسي اللي فيه ده شارع السوق. الشارع الرئيسي يعتبر الميدان بتاع البلد. مين بقى اللي واقف دلوقتي في المحل؟ اللي واقف دلوقتي في المحل اخويا الصغير. اخوك الصغير؟ هنعدي كده ونشوفهم. نشوفه احنا ماشيين. نشوف اخوك كده ومين من عيلتك عند المحل. ان شاء الله نلاقيهم. ببص كتير وافكر في حالي وحال الناس، بنتولد في لفه وبنسيب الدنيا في اللفه، وبين اللفتين بناخد من الدنيا
نحتاج ايه. مبروك يا عم رمضان، شفت لما جينا عند المحل السوق كله واهل البلد اللي موجودين هنا جم يسلموا عليك ازاي بيحبوا؟ بس والله بتحبني يا مدام، والحمد لله وبحمد ربنا عز وجل اللي انا خرجت لولادي بالسلام. فرحان انك شفتهم؟ اه فرحان، دول فرحانين انا شايفه، دول اهل بلدي كلهم، كلهم جميلهم فوق دماغهم من فوق. ده ابن اخوك؟ اه ده ابن اخويا. تعالى. انبسطت لما شفت عمك؟ ايوه. اسمك ايه؟ محمد. قول له مبروك. مبروك. ده بابا، ده بابا. وده ابن اخوك الثاني؟ هم اللي واقفين في المحل؟ هم. الحمد لله اللي واقف خير، الحمد لله. كنتوا واقفين انتوا كلكم هنا في المحل، انتوا ولاد اخو وصاحب؟ ايوه ان شاء الله، احنا اللي كنا واقفين هنا. ايوه واقفين بداله يعني. الحمد لله. الف مبروك يا عم رمضان. تعالى بقى انت على المحل، تعالى بقى نروحك على البيت. طارقنا حبه خير، في نهايته نلاقي جنة متزينة، مسكو حرير. مبروك يا عم رمضان، والحرية حلوة؟ اه ان شاء الله الحرية حلوة، وربنا يبارك مصر خير، جمعية مصر خير جمعية متميزة، وربنا يقدر الناس اللي بتعمل خير في جمعية مصر خير، رجال الأعمال والناس الحلوين بتوع مصر، ومصر جميلة. ادينا هو داخلين على البيت بتاعك، هنسلم عليك بقى يا عم رمضان ونبارك لك مرة تانية، وهنسيبك بقى هنا عشان طبعا انت مراتك مش عايزة تصور، فاحنا طبعا بنحترم خصوصيتها، وتبارك لها بقى والف مبروك. الله يبارك فيك يا مدام. عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا كريم يا رحيم، ملناش غيرك يا رب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا دلوقتي مشاهدينا فقرتنا وتقريرنا، وتقرير خير جديد مع مؤسسة مصر الخير كمان، ومؤسسة دنيا جديدة، وكراتين رمضان، وإطعام رمضان اللي هو من أهم الخير اللي كلنا لازم نشتغل فيه في رمضان، هو إطعام الطعام وإفطار صايم. تعالوا نشوف تقريرنا مشاهدينا سوا. لما تعيش تحلم ببكرة يبقى حقيقة، لما تحس الحب بجد والخير مليك، اضحك افرح وعيش حياتك بميت طريقة، انت بكرة وكل اللي جاي ملك ليك. حب الحياة عيشها ليل نهار ابد واحتف طريق. الحملة فيها خدمات متنوعة، البداية كرتونة العيلة، أكبر كرتونة موجودة في مصر، 22 كيلو إن شاء الله، والناس تتبسط بيها. بداية إحنا هنوزع 150 ألف كرتونة كبداية، وأعتقد إن الرقم ده هيتضاعف بإذن الله. طبيعي اللي بنعمله كل سنة، 22 خيمة في 17 محافظة بواقع 500 وجبة في اليوم. ده هيتم إن شاء الله خلال الشهر. في كمان إفطار قرية، إحنا هنبقى مع المصريين كل يوم في قرية، هيتم إفطار 1000 صائم. المكون اللي بعد كده، وهو مكون جديد خاص بإفطار مسافر، وده هيتم إن شاء الله في محطات القطار، اسكندرية، سيدي جابر، طنطا، بنها، قاهرة، جيزة، لغاية أسوان. النهاردة في حملة تدشين إفطار 3 مليون صائم بالاشتراك مع شركائنا في الخير، مؤسسة مصر الخير ومؤسسة دنيا جديدة. طبعا احنا النهاردة زي ما احنا شايفين كده بنعبي كراتين رمزية على الكراتين اللي هتتوزع في رمضان ان شاء الله، وعاملين حملة إفطار قرية وإفطار صائم، يعني ان شاء الله يبقى إجمالي
كراتين وافطار الصايم حوالي 3 مليون صايم في رمضان ان شاء الله. هننزل على بعض محطات القطارات، الاوتوبيسات، المواقف، الكلام ده، الناس اللي مسافره ساعه الفطار هننزل ان شاء الله نحاول نقدم لهم افطار وجبات جاهزه. دي حاجه، بالاضافه لبعض للحملات اللي احنا شغالين فيها للعلاج الغارمين الكلام دوت. ده هيبقى نشاطنا في رمضان ان شاء الله. لما تحس الحب بجد والخير مهيك اضحك افرح وعيش حياتك دي بالطريقه، انت بكره وكل اللي جاي ملك. في أول سنة في 2014 بدأنا بمليون صائم، في 2015 مليون ونص صائم أو يزيد، السنة دي إن شاء الله بنقول أكتر من 3 مليون صائم. الحقيقة خليني البداية أقول إن مفيش حد هيقدر يعمل كل حاجة لوحده، إحنا الحقيقة بنستهدف من الحملة دي إن أنا عاوز أوصل للمستحق في 27 محافظة، وبناء عليه انا بنيت خطتي كلها ان انا عندي توسع جغرافي في كل المحافظات، وبالتالي انا لازم اتعاون مع كل الجهات، بتعاون مع الجهات الحكوميه، بتعاون مع المؤسسات والجامعات الاهليه اللي زيي، كمان الاعلام بدوره معانا في تدشين هذه الحمله. عشرين النهار امل تحت في طريق، فكر ايه تاني لعد حب بكره، يلا غير دنيتك لدنيا جديده. وصلنا مشاهدينا لاخر فقره معانا في حلقتنا النهارده وفقرتنا اليوميه فقره الخير. زي ما بنقول دايما شهر رمضان شهر الخير والكرم والانفاق، لازم كلنا نشد حيلنا في الشهر الكريم ده بكل انواع الخير والاطعام والصدقه ومساعده الناس ونفرح قلوبهم. تعالوا مشاهدينا نشوف تقريرنا النهارده عن الخير مع بعض ورمضان كريم. تقرير جديد من تقريرنا ورمضان كريم، وزي ما عودناكم احنا بننزل في وسط الناس نفرح قلبهم، بنسألهم أسئلة بسيطة وبيكسبوا معانا شنطة رمضان وكمان مبالغ مالية في برنامجنا النهاردة ورمضان كريم. يلا نبدأ. تشتركوا معنا في المسابقة؟ هسألكوا سؤال عشان رمضان وتجاوبوا، ماشي؟ اسمك ايه يا حاجة؟ انت بتبيعي العيش صح؟ كل سنة وانت طيبة حبيبتي. طيبة حبيبتي. في القرآن آية يعني معناها، انا هسألك على معناها، ليلة القدر خير يعني احسن من كم شهر؟ ربنا هي كلها واحد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يوم 27 يوم 28 في رمضان. تعالي يا حاجة تعالي تعالي. اسمك ايه يا حاجة؟ اسمي عبد العزيز. طيب هي احسن من ايه؟ من 1000 شهر. هتشتركي معانا في المسابقة؟ طب تعالي. ليلة القدر احسن من خير من ايه؟ 1000 شهر. طيب اسمك ايه يا حاجة؟ سامة صبري مين. اهلا بيك يا حبيبتي، كل سنه وانتم طيبين. انتوا برضو في كل الاحوال فزتوا معانا بشنط رمضان. حلوه شكرا. احلى يا حاج، كل سنه طيبين. سوين وهات. في كمان شيلي، خدي يا حاجه كمان، انت خدتي شنطه رمضان خليكي معانا، وكمان شنطه رمضان الثالثه للحاجه عشان هي اشتركت معانا. تعالي بقى معايا ثواني نكمل احنا كلامنا. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي. انت كده فزتي معانا عشان انت اللي قلتي الاجابه الصح، ان ان ليله القدر خير. على فكره ربي ايتين. اسمك انت قلتي اسمك سمر؟ سمر جريمين. ربي وتمام الحمد لله. الحمد لله. ولادك قد ايه؟ معايا مجدي في الحقوق وعبد الرحمن في اولى ثانوي، معايا جدي عنده 5 سنين. ما شاء الله الحمد لله. طب استني بقى عشان انت كمان غير شنطه رمضان فزتي معانا بمبلغ مالي خير من 1000 شهر صح؟ ولادي الايتين رزق ايه؟ ولادي الايتين. ايوه
500 جنيه من برنامجنا النهارده. الله يخليك، متشكرين قوي. الله يخليك، الحمد لله يا رب، احمدك واشكرك يا رب. انا بصلي بخاف ربنا، انا مش عارف اخاف الناس على طول، بقف في القران. حبيبتي الحمد لله، الف مبروك، ده رزقك ربنا بعته لك. متشكرين قوي، رزق ولاد العيد، بنت صغيره كده بس العيد بيه. حبيبتي مش عارفه وانت طيبه. طيبه يا ريت بجوزي بيجي لبس العيد. الله الف مكملين مسابقتنا، ونشوف اي حد برضو معدي نسأله، ممكن نصور العرق سوس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانت طيب. طيب طبعا، انت بقى شغلتك دي مناسبة جدا لرمضان. طبعا ده الموسم ده بتاعنا ان شاء الله. طبعا كل سنة وانت طيب. اسمك ايه؟ ابراهيم. ودي بقى هي شغلتك الوحيده؟ اه. انت ده عرق سوس صح؟ اه عرق سوس. دي شغلتك طول السنه؟ اه، دور سنه على ابهاتنا واجدادنا وكلنا. وكويسه يعني بجيب لك رزق. انت متجوز ولا ايه؟ الحمد لله لسه والله. طيب قول لي بقى، ليله القدر خير من كام شهر؟ يعني ربنا قال لنا ان ليله القدر احسن من كام شهر؟ من 1000 شهر. برافو عليك، انت فزت معانا النهارده بجائزتنا. اول حاجه شنطه رمضان. كل سنه وانت طيب. يعني انت عايش مع باباك ومامتك؟ اه طبعا. طيب تودي بقى لمامتك شنطه رمضان. حاجه تانية برضو، انت فزت معانا ب 500 جنيه متقدمه من برنامجنا النهارده. رزقك بقى النهارده، شوف انت نازل تسعى على رزقك، فربنا رضاك. الحمد لله على كل شيء والله. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. انت طيبه والصحه والسلامه. الله يخليك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تسجل معانا يا حاج؟ ايوه. انا عندي مسابقه في البرنامج، يعني اسالك سؤال. ايوه اتفضلي. اسمك ايه الاول؟ اسمي كمال محمد علي. انت عامل نظافه؟ اه عامل نظافه. ماشي، ربنا يديك الصحه. الله يخليكي. طب قول لي، انت طيبه كده وانت طيب؟ السنه الجايه تطلع على جبل عرفات يا رب. يا رب. اه امين يا رب. أوه. بص بقى السؤال. ربنا قال لنا في القران عن ليله القدر ان هي احسن من كام شهر؟ ايوه من 1000 شهر. برافو عليك. ليله القدر احسن من 1000 شهر. من 1000 شهر صح كده. انت كسبت معانا النهارده. يلا، انت كسبت معانا شنطه رمضان. تامر اهو هيديك الشنطه، تقدر تشيلها يا حاج؟ ماشي. سلام طيب. استنى، كسبت معانا حاجه كمان. الله يكرمك يا رب. كسبت معانا مبلغ مالي من برنامجنا النهارده. وكل سنه وانت طيب. سلام طيبه ان شاء الله.